السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه واحد الخدمة كنظن أنها تعرض لأول مرة. فهاد الخدمة هذه خديتها من جلالب ديال العمارة، هما اللي تخدموا بهاد الطريقة. هنا كتخدمي القب عادي كيف ما موالفين تنخدموه براندا. طبيعة الحال إذا كانت شي وحدة أول مرة غدا تخدم القب، فمن الأحسن أنها تشوف فيديو آخر تخدم حتى توصل للراس ديال القب عاد ترجع تكمل معايا. اللي مهم في هاد الخدمة كاملة وهو الراس ديال القب، غادي نقلبوا فيه الخدمة. تقريبا كنديروا نفس الطريقة اللي كنديروها في فتحة العنق فاش تنقلبوا التوب وكنقلبوا الخدمة، نفس الطريقة غادي نديروها في الراس ديال القب. علاش بغيت نخدم بهاد الطريقة؟ باش هذاك الراس ديال القب ما يجيش، يعني تجي الخدمة زوينة وما يبقاش يبان هذاك السورجي كيبقى يبان من التحت. فهنا غادي نرجعوه لداخل ديال القب وما غاديش يبقى يبان نهائيا. لاحظوا معايا دابا انا راني تنرجع التوب لداخل، هذا هو الوجه ديال التوب. وفي نفس الوقت بطبيعة الحال حيت القب كنخدموه مقلوب، إذا كان الوجه فهذا الشيء كيعني بلي هو راه لهذا ماشي الوجه، هذا الظهر عفوا. المهم دابا نتوما كترجعوا فيه لداخل. كنتمنى ان التصوير يكون واضح. الفكره ببساطه انه فاش توصلوا للراس ديال القب غاديين تقلبوا التوب، غتقلبوه وفي نفس الوقت غاديين تقلبوا الخدمه ديال الراندا ديالكم، غاديين تقلبوها وصافي، وغادي يجيكم هذاك الراس بواحد الشكل زوين، وهذاك السورجي ما تيبقاش يبان، يعني السورجي تندخلوه لداخل فما تيبقاش يعطينا هذاك المنظر اللي ما تيبانش زوين، خاصه الى تقلب واحد شويه القب فكيبدا كيبقى يبان هذاك المنظر. المهم اول حاجه درتها هي هاد لوغلي هذا، ومن بعد دابا غادي نقلب القب كامل ونوري لكم كيفاش غادي نخدم. هذا هو الوجه اللي تيبقى يبان، يعني كيبقى يبان هذاك السورجي على برا، انا ما بغيتش هذاك السورجي يبقى يبان، هذاك الشيء علاش قلبت الخدمه ودابا غادي نخدم. لاحظوا معايا مزيان، هاد الجهه اللي تيكون فيها السورجي باين هي اللي غادي نخدموا عليها. المهم ما عرفتش واش الشكل كيبان واضح ولا لا، ما عرفتش واش عرفتوني اش من اتجاه دابا خدامه فيه. المهم غير حاولوا تمشيو معايا بشويه. بالنسبه لهاد الملاقي هادي اللي عجباتها، فهادي ملاقية الضفيره خدمتها على 4 ديال الشعرات، خدمتها بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي. اما رقم البرا فهي 6. تقدروا ترجعوا الفيديو السابق اللي قبل من هذا، خدمت فيه الملاقيه بالتفصيل. اما الان ما غاديش نركز عليها، وانا غادي غير ندوز، يعني ما غير غادي نوري لكم كيفاش تخدموا القب. كل وحده فيكم دابا راه دايره واحد الملاقيه غادا خدامه بها ووصلت للراس ديال القب، فغترجع تخدم معايا بهاد الطريقه. طريقه سهله وزوينه والمنظر كيكون زوين. كنظن بلي هاد الفكره تعرض لاول مره. المهم فهي هذه الطريقه، هنا كنديروا حبكه، من بعد كترجعي الخيط الفوق وكتهبطي للتوب وديري واحد الغرزه، من بعد كنرجعو ونديرو حبكه هنايا. المهم غادي تبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى توصلوا للنهايه ديال القب. بالنسبه للاخوات اللي باغيين يديروا شوشه، فغتخلي واحد الفراغ فين تركبوا فيه هذيك الشوشه، اللي ما غدير والو وتصافي تخدم حتى الاخر وصافي ودفن هذاك الخيط وغادي يكون المنظر زوين. فهنا كندير واحد الحبكه بهذا الشكل،
هذا هو الشكل النهائي ديال هاد راس القب، فخدمتو بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا معايا المنظر تيبان زوين ودائما كيجي في الاخر يعني، وكيبان بهذا الشكل. هنا هذا الدخلاني ديال القب، لاحظوا معايا دابا الداخل، فهذا هو الشكل هنا. هنا فين غادي نخدموا المهم، هذا هي الطريقة. هذا الداخل ديال القب تيجي بهذا الشكل، هذا السورجي تيبقى الداخل يعني ما تيبقاش يبان على برا، فهذا هو الشكل كيجي بهذه الطريقة هذه. أما البرا تيكون بحال هكا، لاحظوا معايا مزيان، هذا هو الشكل ديال القب على برا، تتبقى هاد ملاقية بحال هكا، كتبان لك نقية وزوينة وفي نفس الوقت يعني سهلة، ماشي شي حاجة صعيبة، وما كتطريش انك تقطعي التوب، ما تقطعوا لا توب لا شي حاجه، هذا غير طويه واحد شويه وتخدم ببساطه كيف ما خدمت انا هنايا. فلاحظوا معايا مزيان، وما شي اصلا ما غاديش يبان، ولكن الواحد يعني الا خدمنا شي حاجه وتقناها مزيان فكتعطي واحد منظر زوين. دابا غادي نكمل معاكم القب. فاول حاجه هنا كتلاقي هذوك الكتاف، الخط ديال الكتاف تيكون مقاد، من بعد غادي تجي الوسط وديري واحد العلامه. ومن هادشي ما كنتش غادي نصوره صراحه، ولكن بعد قلت يمكن شي وحده تكون يعني يلاه بدات فتستافد من هاد الطريقه هذه. كتجيب القب هذيك الملاقيه كتحطيها على على هذيك النقطه اللي رسمناها، فكتخدموا بحال هكا. انا بالنسبه للقب تنخدم الوسط، تنبدا من الوسط، فكنمشي من الوسط للراس حتى نوصل ليمن، ومن بعد كنعاود نرجع من الوسط حتى نوصل للراس اللي على اليسار. هذه الطريقه ديالي اللي كنخدم بها القب. كاين بعض الاخوات اللي تيبداو نيشان من اليمين لليسار او من اليسار لليمين، ومن هذه الطريقه ما كتعجبنيش. علاش؟ لانك تقدري تجي حتى الاخر ويجيك ديكالاج في الخدمه، ومن ما كيبقى هذاك الشيء كيبان، كيبقى واحد الديفوات باينين. هذا الشيء علاش كنفضل انني نبدا من الوسط نمشي. لاحظوا معايا مزيان، ها انا مشيت دابا من الوسط، غاده فتنا الكتف وغادي نوصلو حتى الاخر. هنا القب دائما تيكون كبر من دوره العنق، دائما القب تيكون كبر في الاخر غادي نطويو. لاحظوا معايا مزيان، انا هنا غادي نقرب لكم الكاميرا، في الاخر غادي نطوي. المهم انا هاد الجلابه هادي حيت غادي نخيطها غير بالماكينه، هذاك الشيء علاش بطبيعة الحال حيت هذه كامله غتجيب العقيق، هذاك الشيء علاش ما غاديش ما نطرش انني نخيطها بليدي. المهم هنا كتخلي ديما هاد المسافه هذه ضروري خاصها تبقى. غنخدم الملاقيه غادي تحبس عند هاد الفنيته هذه فين كتبان لكم، الملاقيه غتحبس عند الفنيته، من بعد غادي نطوي التوب وغادي نخيط بهذا الشكل. كطوي التوب وكتخيطي وكتمشي نيشان حتى تكملي الخياطه، سواء بليدك سواء بالماكينه على حسب اللي كنتي غتخدمي العقيق او غتخدمي الراندا. المهم انا هاد الجلابه هذه جات فيها يعني العقيق والراندا، الاغلبيه تتكون اما بالعقيق اما بالراندا، يعني كل واحد كيفاش كيخدم، ولكن انا بغيتها تكون ما بيناتهم بجوج، خاصه انها جلابه مخزنيه فكتعطي واحد المنظر زوين بالنسبه للكمام وهذا، وفي نفس الوقت ما كتكونش عامرة بزاف بالعقيق. إلا لاحظتو خدمت غير خطوطة يعني في الصدر، درت غير ثلاثة الخطوطة فقط، كنت غادي ندير خمسة صراحة في الأول، من بعد بانت لي بحال غتجي شارجي بزاف، فقلت غادي ندير غير ثلاثة. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال العمل. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.